وايت صوص، يعني مكون من المكونات الأساسية في اللازانيا بشاميل وغيره. هتجيب 25 جرام دقيق و 25 جرام زبدة أو سمنة، هتسيح السمنة، وبعد ما تسيحها هتحط عليها الدقيق، تقعد تقلبهم مع بعض لحد ما يختلطوا ببعض بشكل كافي. وبعد كده هتجيب 300 ملي من اللبن، هتحطهم على أجزاء مختلفة، مش هتحطهم كلهم مرة واحدة، هتزودهم على 3 مرات. احنا زودنا اول 100 ملي، وبعد ما وصلوا للمرحلة اللي فاتت اللي انت شفتوها هنحط 100 ملي تاني، وفي الاخر خالص هنحط ملح وفلفل اسمر جوزة الطيب. بعد ما نحط كل الكلام ده مع بعضه هننزل اخر 100 ملي من اللبن وهنقلبهم مع بعض كويس قوي. احنا هنستخدم الصوص ده عشان نعمل بيه لازانيا، هسيب لكم لينك اللازانيا في الكومنت سيكشن وفي صندوق الوصف.